ما حكم لف الشعر خلف الرأس كهيئة كرة صغيرة، وذلك لحفظ الشعر من التقصف والمحافظة على لونه ولمعانه من الهواء، علما بأنني أتركه مستلا عندما أخرج خارج المنزل حتى لا يجعل الرأس كبيرة، ولا أعمله إلا أمام النساء فقط أو داخل المدرسة. وجهوني جزاكم الله خيرا. دعيه مستلا دائما ولا تجعليه على هيئة الكرة حتى ولا في البيت أو أمام النساء، لأن هذا يسبب اقتداء النساء بك، فاجعليه أصلحيه وسرحيه واجعليه مسبلا لا مجموعا، لأنك إذا جمعتي حتى ولو كان هذا في البيت فإنه يكون سبب لاقتداء بناتك بك ولاقتداء النساء بك، ويتخذن هذا حجة لهن أو يتسهلن فيه. ولا سيما وأنها معلمة شفالة، ولا سيما أنها معلمة أو أم بنات أيضا أو يستمع إليها من نساء الجيران، تكون قدوة لغيرها. جزاكم الله خيرا.